محمد رقم 18 بيلعب كاف كاف يسار وبيلعب اللاعب يوسف احمد كمهاجم. تشكيل نادي الشمس، ادي اول كره خطيره جوه الجول. المقاول في الهدف الاول استطاع ياخد ركنيه تبع شيبه مرسيه. بلال عمل فنت ووقف على كورته هيحاول يعدي. بلال يا ولد يا لعيب، ولسه خطوره ما زالت يا ولد. توصل مره ثانيه يوسف تامر يلعب بلال، ادي بلال مظهر فتش. بلال عمل فنت هيحاول يعدي استخدم المهاره يا ولد. حلوه التصويبه جول. يلعب كره امامك اتجاه محمد حسن، عدت وفيها خطوره من اللاعب حسين كان يحطها. بلال مظهر خطير.